السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا في نهاية أسبوع آخر وحلقة جديدة من 60 وتتابعنا فيها. مئات القتلى والجرحى ونزوح الآلاف من السكان بعد مرور سنة على دخول قوات عملية الكرامة إلى مدينة بنغازي. غموض في موقف المؤتمر الوطني ومجلس النواب حول مقترح حكومة الوفاق وسط دعوات محلية ودولية بضرورة القبول بها والتوقيع على الاتفاق النهائي. البيان الختامي لملتقى الوفاق الوطني الرابع للحوار التشاوري الليبي تحت شعار الوطن يوحدنا يدعو لتغليب المصلحة العليا للدولة دون الانحياز لأي طرف سياسي. بحلول 15 من أكتوبر تكون قد مرت سنة على دخول قوات خليفة حفتر لمدينة بنغازي وانتقال المعارك من أطراف المدينة إلى وسطها، مواجهات أسفرت عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى من الطرفين ونزوح الآلاف من المواطنين، فضلا عن تدمير ممتلكات عامة وخاصة. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا عبر الهاتف من طرابلس عضو لجنة الأزمة بنغازي عبد الله المجيرحي، ومن القاهرة عبر سكايب المحلل العسكري والسياسي عادل عبد الكافي، وعبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس المحلل السياسي أشرف الشح. رحب بكم جميعا، وقبل البدء في النقاش نتابع التقرير التالي الذي يضعنا في صورة الأوضاع في بنغازي. هكذا كانت قبل عام من الآن، كانت حية بقلوب سكانها الذين أضحوا ما بين نازح أو مترقب للتهجير نتيجة توسع الاشتباكات بشكل تدريجي. سنة مرت ولم تحقق عملية الكرامة أيا من أهدافها المعلنة، تحرير بنغازي وضبط الأمن داخل المدينة وفق تعبيرهم. حسم أعلن عنه أكثر من مرة، وأمن أصبح شيئا من الترف في مواجهة القذائف العشوائية التي طالت كل شيء. معالم طمست وعائلات شردت ومدارس أغلقت وموانئ عطلت وأحياء دمرت ومستشفيات انهارت، كلها نتائج الحرب داخل بنغازي. مئات الآلاف نزحوا من أحياء لطالما وصفت بالعريقة. الصابري ووسط البلاد أصبحتا شيئا من الماضي بعد تدميرهما، حيث أكد اتحاد تجمعات بنغازي الأهلية للأحياء النازحة نزوح أكثر من 47 ألف أسرة، أي ما يعادل 300 ألف مواطن، مشيرين إلى أنهم لم يتلقوا أي مساعدات طيلة عام كامل من الجهات الرسمية بالدولة. من فضل البقاء في المدينة نتيجة قلة إمكاناته أو عدم وجود مكان آخر يلجأ إليه هو الآخر يزوره شبح الشعور بالموت. فالموت متعدد الأوجه يشثم على صدر بنغازي منذ سنة، لم يسلم منه أطفالها الذين تغيبوا قصرا عن مدارسهم، ولا نساؤها اللائي أبدلن الأفراح بالأتراح، حيث طالت القذائف العشوائية عشرات المنازل التي كان من الواجب أن تكون آمنة. معاناة المدينة تزداد بسبب إغلاق الميناء الرئيسي وعدة أسواق تجارية، وهو ما أدى إلى غلاء لافت في الأسعار، فضلا عن نقص الخبز وانقطاع الكهرباء وغياب الخدمات. معاناة في انتظار أن يعجل الله بفرجها أملا في عودة بنغازي. أبدأ معك سيد المجيرحي، في رأيك ما الذي كانت عملية الكرامة تسعى لتحقيقه بنقل المعارك من ضواحي بنغازي إلى داخل أحيائها قبل عام من الآن؟ والله يا سيدي فاضي مرة شكرا وتحية لضيوفك الكرام. نعم، الحقيقة تقريركم هذا يعبر عن مأساة بصورة واضحة عن مأساة ما حصل في بنغازي. أنا بس بنوضح حاجة مهمة جدا، أنا بالخاطر السيد حفتر ما هي يعني، هل هو من أبناء البشر؟ هل هو يحس كما يحس الآخرون؟
يا سيدي أكثر من 11,000 قتيل من المنطقة الشرقية من أبنائنا. يعني هو دمر الحرث والنسل. يعني حتكون أكبر أرامل وأكبر عوانس في العالم في ليبيا. 11,000 شاب من المنطقة الشرقية من أبنائنا. يعني هم حتى هم بيننا وبينهم خصوم، ولكن هم أولادنا، يبقوا أولادنا. الشخص هذا يا أخي سبحان الله، يعني رغم كل ذلك يدفون له طفول النفاق وتذبح له الذبائح. طيب. وجعلوه بطلا دون أن يطلق رصاصة واحدة. طيب اسمح لي أن أنتقل إلى السيد عبد الكافي وأسأل، يعني من رؤية عسكرية سيد عبد الكافي، هل تعتقد أن قوات عملية الكرامة استطاعت أن تعزز من وجودها داخل بنغازي بعد إعلان نقل المعارك إلى داخل المدينة قبل سنة من الآن تحديدا، يعني بعد سنة من القتال داخل أحياء المدينة؟ تحية طيبة لك سيد خالد ولضيوفك والمشاهدين. نعم. جميع الأمور العسكرية واضحة بخصوص منطقة بنغازي. لم يستطع حفتر مع إعلانه المتكرر وأيضا جلب الأسلحة والاستعانة ببعض الطائرات من دول إقليمية، لم يستطع أن يتقدم في بنغازي. حتى المواقع التي يحاول أن يسيطر عليها أو يقتحمها يكون هنالك اشتباك من الطرف الآخر من شباب بنغازي ودحري على هذه النقاط. أي بمعنى أن حفتر تكبد خسائر في العتاد والعدد من كما وصف ضيفك ما يقارب 11,000 قتيل من المنطقة الشرقية. فبالنسبة لحفتر من الناحية العسكرية استخدم الطائرات، استخدم الأسلحة الثقيلة، استخدم المتفجرات، استخدم الأسلحة المتوسطة، ومع ذلك لم يستطع أن يتقدم في بنغازي. طيب. هذا الدليل أنه يحمل فشل عسكري كبير جدا. طيب سيد الشح، في تقديرك ما دلالة الإعلانات المتكررة من حفتر عن قرب حسم معركة بنغازي وإعطائه أكثر من موعد زمني على أساس أن يتم خلاله الحسم ولا نتيجة حتى الآن؟ ما الذي يعنيه ذلك في تقديرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك أستاذ خالد وللسادة الضيوف والسادة المشاهدين. نعم. أكبر دليل على فشل هذا الرجل ومن تبعه هي الأرقام التي ذكرت في التقرير. كل المواعيد التي أطلقها منذ بدء عملية الانقلاب الحقيقة التي بدأها في شهر فبراير من سنة 2014 لغرض مختلف في طرابلس، ومن ثم انتقل إلى بنغازي ووجد طريدته في مصطلح الإرهاب ومحاربة الإرهاب الذي نشترك فيه جميعا من حيث المبدأ، ولكن هذا الرجل استعمل أبناء المنطقة الشرقية واستعمل أدوات إعلامية لتوجيه أبناء المنطقة الشرقية للاقتتال فيما بينهم ولحصد هذه النتيجة الكارثية في مدينة بنغازي، تدمير كامل للمدينة للأسف دون تحقيق النتيجة، بالعكس زاد الإرهاب زاد التطرف بفعل هذه العملية. هذا الرجل ارتكب كارثة تاريخية في حق الشعب الليبي بعدما ارتكبه أثناء حرب تشاد. اليوم نحصد النتائج، وقد أدرك العديد ممن تبعه في البداية أن هذا الرجل يدعي يستعمل شعارات يبتغي من وراءها أهداف أخرى، وبالتالي يشق عليه. هناك العديد من الانشقاقات من قبل من كانوا يحاربون معه، وباتت المنطقة الشرقية على سبيل المثال مدينة البيضة خارج سيطرته، مدينة طبرق ظهرت المظاهرات ضده. بالتالي هذا الرجل يعتبر من الناحية العسكرية فاشل، استعمل شعارات سياسية فشلة في تطبيق أي منها. بالتالي أعتقد أن هذا الحصاد بعد عام يظهر للمجتمع الليبي والمجتمع الدولي أن ما ارتكبه خليفة حفتر جريمة ضد الشعب الليبي سيعاني منها لمدة عقود للأسف. سيد المقيرحي، ما هي الأثار التي ترتبت يعني على حياة المواطنين في مدينة بنغازي جراء نقل الصراع من محيط المدينة إلى داخل أحياء المدينة؟ والله في ليبيا للأمانة أنا كل شيء واضح زي ما ذكر زملائي. الناس أصبحت في مرحلة اليأس وفي مرحلة ورعوا بأم عيلهم لما وصل لهم الرصاص والظلم عليهم داخل المدينة. شعروا أن ما يفعله حفتر هو هراء
تاريخي وجريمة جريمة حرب بدرجة امتياز. وأنا بهذه المناسبة يا أخي، الأمم المتحدة لو توفى واحد يهودي واحد فقط لانقلبت الدنيا ولا على رأسها، ولا قدمت العزاءات. بنغازي تدك لمدة سنة، وليس كما رأى كما سمع، العالم كله يشاهد بنغازي وتدمير المنازل وتهجير الآمنين وقتل الشيوخ والأبرياء، يشاهدون كل هذا ولا حياة لمن تنادي. يعني كلهم يتصارعون ويهرعون إلى الأسخلات يوقعوا على سرقة ليبيا وعلى حكم ليبيا بالوكالة. طيب، ويتركون الشعب الليبي يعاني. يعني راهو الصراع اللي صاير بين الغرب وأمريكا، وهم لم يموت جندي أمريكي واحد ولا أوروبي. طيب، يعني حتى لا نبتعد عن الموضوع لنحاول أن نقترب أكثر من معاناة السكان في مدينة بنغازي نتيجة نقل الصراع المسلح من أطراف المدينة وضواحيها إلى داخل الأحياء وسط المدينة. سيد عبد الكافي، من الناحية العسكرية كيف يمكن معرفة حجم الضرر الذي وقع على المدنيين نتيجة نقل المعركة من هذه النقطة إلى هذه النقطة، من خارج المدينة إلى داخلها حيث الأحياء المأهولة بالسكان؟ بداية، بعد فشله في اقتحام مدينة بنغازي، نقل فكرة الصحوات التي أنشأتها الولايات المتحدة الأمريكية في العراق إلى ليبيا ونفذها في بنغازي لتفجير الوضع من داخل بنغازي باستخدام بعض خريجين السجون وبعض الأمن الداخلي والحرس الثوري وهذه ومجموعات التصفية والاغتيالات التي دعمها بالأسلحة وبالمخدرات التي سربها إلى مدينة بنغازي. فاستخدم هذا الأسلوب تفجير الوضع من الداخل ومحاولة خلخلة صفوف شباب وثوار بنغازي لكي يستطيع أن يقتحمها من الخارج، ولكن مع ذلك فشل في هذه المحاولة. هي عادت هذه المحاولة بالآثار السلبية على مدينة بنغازي مما سببت يعني كوارث إنسانية كبيرة، لكن أنا أعتبر ما يحدث في بنغازي هو صمود، هو عام صمود لأبناء بنغازي، لأن الأرض تقاتل مع أبنائها. فهؤلاء أبناء بنغازي الذين يدافعون عن مدينتهم من الذين أتوا من القرى المحيطة ببنغازي. طيب، طمعا في طيب، في 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 نعم. سيد الشح، في رأيك من يتحمل مسؤولية الوضع الذي تعيشه بنغازي اليوم بعد أن تم نقل الصراع من ضواحيها إلى داخل أحيائها المأهولة بالسكان المدنيين؟ الحقيقة المسؤولية الأولى تقع على خليفة حفتر نفسه، ومن ثم تنتقل إلى من شرعنه ومن تبنى عمليته ومن يدافع عنه بعد كل هذا الدمار، بعد كل هذه الأدلة على أن ما قام به لا من الناحية العسكرية ولا من الناحية السياسية كان صحيحا. بغض النظر عن الشعارات التي رفعت منذ البداية، كل الليبيين معارضين لانتشار الإرهاب والتطرف في ليبيا، هذا قول واحد، ولكن المعالجات تختلف خاصة في الوضع الذي تعانيه ليبيا من بعد الثورة إلى هذا اليوم. هناك معالجات وطرق يجب اتباعها لكي نلملم جراحنا ونتخلص من كل الأجسام الغريبة، ولكن ما اتبعه خليفة حفتر هو حق أريد به باطل، هو الهدف الرئيسي الوصول للسلطة، السيطرة على البلاد. حاول في طرابلس وفشل، انتقل إلى بنغازي، وجد كل تلك الاغتيالات التي كانت ضد مجهول، ولم يعلن عن تحقيق واحد في خلال حكومة علي زيدان، ولذلك هناك شكوك، بل هناك يقين أن في خلال حكومة علي زيدان كانت هناك مؤامرة لعدم الكشف عن ولو قرينة واحدة على من ارتكب هذه العمليات، بغض النظر عن بعض الأشرطة التي تنقلها بعض النشطاء على الفيسبوك، ولكن لم يجرى تحقيق فني واحد لوضع الإصبع على دليل واقعي لكي يتم التعامل معه. بالتالي استعمل هذا الغموض في اتهام أطراف محسوبة على التيار الإسلامي ووصمها بالإرهاب، وبدأ في حربه وفي تحشيد المجتمع المحلي ضدها. اليوم يظهر للجميع أن من يقوم بالاغتيالات صراحة يعلن أتباع خليفة حفتر أنهم سيصفون، أنهم سيقتلون، أنهم سيستعملون هذه الأساليب. بالتالي ظهر أن من قام بكل العمليات السابقة قد يكون مرتبطا
لإيجاد الذريعة للقيام بمثل هذه العملية. طيب. اليوم الحقيقة مع اقتراب الوصول إلى حلول سياسية ولو لم تكن مثالية، نجد خليفة حفتر يظهر ويعطي مواعيد لكي يقطع الطريق ولكي يحشد من يناصرونه لعدم وصول الأطراف الليبية لحلول يمكن منها انطلاق دولة بمؤسسات يمكنها التعامل مع مثل هذه الظواهر. سيد المقيرحي، كيف يمكن اليوم وقف الاقتتال الدائر في بنغازي وإعادة نوع من الأمن والاستقرار على الأقل مبدئيا إلى المدينة؟ شكرا على هذا السؤال. أود الإجابة على هذا السؤال، أود أن أخاطب أهلنا وحبائبنا في المنطقة الشرقية، أقول لهم دعكم من هذا المهتوه، من دعا لحاكم ظالم بطول العمر فقد أحب أن يعصي الله في أرضه. يا أخي، هذا الرجل لا يريد بكم خيرا. أيها الأخوة في المنطقة الشرقية، برفقة العدالة ستستزرون المسافات والصعاب، وبرفقة هذا الظالم لن تعبرون عتبة بيوتكم. أنا أعمل أن تنضموا لإخوتكم الذين مدوا إيديهم في مساء أمس، في اجتماع أمس مدوا أيديهم بيضاء ناصعة من أجل السلام، من أجل حقن الدماء. كفانا دماء وكفانا أولادنا ضاع وشيوخنا ماتوا ومساجدنا هدمت. طيب. ليس فيكم رجل رشيد يعني. طيب، وصلت فكرة. اسمح لي أن أختتم مع السيد عبد الكافي بسؤال حول مسألة ما إذا كان حسم الصراع العسكري لصالح أحد الطرفين يكفي لإعادة الأمن والاستقرار إلى المدينة في كل الأحوال يعني. هي معاقبة للثورة وعودة الحرس القديم. مقياس عموما ومقياس نجاح أي عملية عسكرية هي أنك تستطيع اقتحام المنطقة المقصودة وأن تتمركز فيها، وهو ما فشل فيه. فبالنسبة لخليفة حفتر، أصبح الآن محاصر من عدة جهات. أنت حدثنا عن البيضة، هنالك العقيد محمد بوفير وثوار البيضة وشحات وطبرق وثوار درنا أعلنوها. طيب، هذا جانب آخر سيد عبد الكافي، لكن السؤال في حال ما تمكن من حسم المعركة عسكريا، هل يكفي انتصار أحد أطراف القتال الآن في المدينة لتأمين المدينة وإعادة الاستقرار إليها من الناحية العسكرية؟ هل هذا ممكن؟ لا، من الناحية العسكرية هذا صعب، ومن يتخيل أنه يستطيع أن يسيطر على مدينة كان هنالك طرفين صراع فيها، وكل طرف لديه الإمكانيات التي أعطته فرصة ما يقارب عن عام ويزيد أن يستمر في القتال ويستحدث في حتى أساليب القتال، فهذا صعب وهذا شيء غير واقعي من الناحية العسكرية. وصلت فكرة، واعتذر منك لأننا وصلنا لختام الجزء الأول من ستون. نشكر ضيفينا عبر الهاتف من طرابلس عضو لجنة الأزمة بنغازي عبد الله المقيرحي، ومن القاهرة عبر سكايب المحلل العسكري والسياسي عادل عبد الكافي، وندعوك ضيفنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس المحلل السياسي أشرف الشح للبقاء معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا في الوقت الذي أعلن فيه رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون رفضه لأي تعديل في الاتفاق السياسي وفي الأسماء المرشحة لحكومة الوفاق الوطني. يتواصل تحفظ كل من المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب. يأتي ذلك وسط دعوات عدة محليا ودوليا لقبول هذه الحكومة لتتولى مسؤولياتها في إعادة الاستقرار إلى البلاد. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا عبر الهاتف من طرابلس عضو المؤتمر الوطني العام مسعود البغدادي، وينضم إلينا من طبرق عبر الهاتف عضو مجلس النواب صالح فحيمة، ولا يزال معنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس المحلل السياسي أشرف الشح. أرحب بكم ضيوفنا، وأدعوكم والسادة المشاهدين أيضا لمتابعة التقرير التالي، ومن ثم نبدأ النقاش.
الحوار السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة الراهنة في البلاد، هذا ما خلصت له جلسة المؤتمر الوطني الأربعاء الماضي. وقال المؤتمر الوطني على لسان رئيس لجنته للحوار عوض عبد الصادق إنهم ماضون في الحوار بالتواصل مع البعثة الأممية لتضمين تعديلاتهم حول المسودة الأخيرة. غير أن رئيس لجنة الحوار بالمؤتمر الوطني وصف المقترح الأممي بأنه خطوة متسرعة لتضمن التوازن المطلوب على الصعيدين التشريعي والتنفيذي حسب قوله. وقال عبد الصادق إن المؤتمر في حل من تشكيلة حكومة الوفاق الوطني التي اقترحها المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون. المؤتمر الوطني العام لاحظ عدم وجود أي نوع من التوازن الذي يحفظ الاستقرار في ليبيا، سواء في الجانب التشريعي أو في الجانب التنفيذي، ويكفي أن أغلب الحكومة المقترحة هي من طرف سياسي واحد. يعلم الجميع بأننا لم نرشح أسماء، وبالتالي نحن في حل من هذه الحكومة. نحن إلى الآن لم ندخل بمشاركة، حتى يعني مع احترامنا لكل من في هذه الحكومة. يأتي هذا في وقت أجل فيه مجلس النواب للمرة الثانية أعلن موقفه من تشكيل حكومة التوافق الوطني إلى الأسبوع المقبل. فقد أكد عضو المجلس جابالله الشيباني أن النواب لا يعارضون الأسماء المقترحة في الحكومة التوافقية القادمة بقدر ما يتحفظون على الخروقات التي اعترت المسودة حسب وصفه. فضل مجلس النواب أن لا يتطرق للأسماء كثيرا، بل يتطرق إلى الخروقات التي طرأت على المسودة التي قام بها السيد ليون، تجاهل لما تم الاتفاق عليه، تجاهل المجهود الذي بذل طيلة 10 أشهر، تجاهل لكل المواثيق والمواثيق الدولية. مواقف الجانبين الرئيسيين في الحوار والمتمثل في المؤتمر الوطني ومجلس النواب تتحفظ بشأن ما أعلنه ليون بحكومة الوفاق وسط دعوات محلية ودولية بضرورة القبول بها قبل 20 أكتوبر الحالي. إذن نبدأ معك سيد البغدادي، ريثما يتم تأميل الاتصال مع السيد فحمة أيضا، والسؤال حول يعني كيف تلقيتم دعوة ليون للمؤتمر بضرورة اعتماد المقترح الأخير باعتباره غير قابل للتعديل؟ أولا أشكرك أخي الكريم، وأشكر قناة ليبيا لكل الأحرار، وأشكر كل المستمعين. نعم. أخي الكريم، ما حدث للأسف الشديد من السيد ليون كان يعني مفاجأة لكثير من الناس، لأن ما جاء به السيد ليون كان خارج الاتفاق وخالف الاتفاق، هو شخصيا خالف الاتفاق، لأن أول بند في الفقرة الأولى في موضوع الحكومة، حكومة التوافق، تقول أن هذه الحكومة تأتي بناء على توافق، وللأسف الشديد نحن في المؤتمر الوطني لم نوقع على هذا التوافق. طيب، هو الآن قدم هذه الحكومة المقترحة ويريد من الأطراف أن يتوافقوا حولها، خاصة وأنه صرح أخيرا بأن الاتفاق غير قابل للتعديل. أنتم في المؤتمر، ما هو موقفكم من هذه التصريحات، تصريحات اليوم بأن المقترح المقدم أخيرا غير قابل للتعديل؟ أنا والله بقول لك الحقيقة، أنا شخصيا قلت رأيي من الأسبوع اللي فات أن السيد ليون فشل ذريع في هذا الاتفاق، وبالتالي هو لا يستطيع أن يقول أني فشلت، فبالتالي قام بما قام به من يعني هو أراد أن يحرج المؤتمر وأراد أن يحرج الإخوة في كذلك في البرلمان، ولكن أنا أعتقد أن الأمور أتته عكسية، وبالعكس صحيح كثير من الشعب الليبي يريد حل بأي طريقة، ويريد حكومة أن تأتي تنقذ هذا الأمر للأسف الشديد، لأنه هو في خلال الأشهر الماضية أراد أن يعني أن يقنع الشعب الليبي أن حل مشكلة ليبيا هو في حكومة التوافق، وهذا كلام غير صحيح، لأن حكومة علي زيدان كانت حكومة توافق، حكومة طيب. الكيب كانت توافق، وكذلك الحكومة اللي قبلها كانت توافق، إذا نحن مشكلتنا ليست مشكلة حكومة، واضح وصلت الفكرة، هي مشكلة توافق. سيد فحيمة، أنتم في مجلس نواب، ما هو موقفكم من تصريحات اليوم بشأن رفض أي تعديل على المقترح الأخير للاتفاق السياسي الذي شمل تقديم أسماء مرشحة لتولي مجلس الرئاسة وأيضا أعضاء في الحكومة المقبلة؟ أحييك أستاذي، وأحيي السادة المشاهدين، وأحيي الضيوف الكرام. نعم. صوتي لصوت العضو المحترم من المؤتمر الوطني. أعتقد أن السيد ليون يحاول أن يغطي الفشل الذريع الذي وقع فيه. هذه التصريحات هي ما تعودنا عليه من السيد ليون، لن يكون هو السيد ليون إذا لم يصرح بهذه التصريحات التي يعني كما قلت لك نحن متعودين عليها.
أعتقد أن مجلس النواب سوف يدرس القرار الذي سوف يتخذه بعيدا عن هذه التصريحات، وإلى الآن مجلس النواب مازال يتمسك بالمسودة الموقعة بالأحرف الأولى التي فرق فيها السيد مليون العديد من المواد، أهمها إضافة النائب الثالث إلى النائبين المفترض وجودهم في. طيب، هو اللافت هنا وعذر المقاطعة السيد فحيمة، أن هذه التصريحات جاءت يعني عقب اجتماع للمبعوث الأممي مع وزير الخارجية الإيطالي، وفي إطار اجتماعات تحدث عنها وزير الخارجية الإيطالي وقال أنها جاءت في إطار مجموعة 5+3، وأن كثير من الدول إقليميا ودوليا تؤكد على أن هذا المقترح يعني يلقى قبول، وبالتالي يجب على الأطراف أن تقبل به وتعتمده. على كل، اسمح لي أن أنتقل بهذه الجزئية إلى السيدة الشح وأسأل كيف تقرأ سيد الشح رفض المبعوث الأممي تعديل الاتفاق السياسي الأخير في مقابل رفض الطرفين الرئيسيين للمقترح؟ لو سمحت لي، أنا هنا لن أتكلم كمحلل سياسي، أنا كنت شاهدا على هذه المفاوضات وكنت مستشارا لفريق الحوار طيلة 9 أشهر في هذه المفاوضات. الحقيقة وصلت هذه المفاوضات في مراحلها الأخيرة إلى نوع من التوازن، ولو لم يكن مثاليا للطرفين، ولكنه كفيل بإخراجنا في مرحلة سنة إلى سنتين من هذه الأزمة، لأن الحلول البديلة حلول كارثية وغير واقعية. بالنسبة للمؤتمر الوطني العام، وهنا سأتكلم بصراحة الحقيقة مع وجود السيد البغدادي عضو المؤتمر، المؤتمر أضاع فرصة المشاركة في الحكومة عندما احتكر رئيسه وبعض أعضائه القليلين لا يتجاوزون 15 صوتا، احتكروا قرار المؤتمر ولم يرسلوا أسماء لفريقهم الأسبوع الماضي، وجعلوا فريق الحوار في موقف حرج عند التشاور في الحكومة. سيد ليون لم يخرج بحكومة من العدم، بل كانت نتيجة مشاورات مع الأطراف، وطالب الوفود بتسمية أسمائهم أو مرشحيهم، ولكن وفد المؤتمر لم يأتيه التصويت، لم يأتيه تأتيه الأسماء، لأن رئيس المؤتمر منع التصويت وميع الجلسات. بالتالي أعتقد أن هذه المسؤولية يتحملها رئيس المؤتمر وبعض الأعضاء الذين احتكروا القرار داخل المؤتمر. بالنسبة للبرلمان، كل الاحتجاجات احتجاجات غير جوهرية. الاحتجاج على إضافة النائب الثالث هو ليس احتجاج جوهري على الاتفاق. ماذا سيغير النائب الثالث في الاتفاق السياسي؟ أعتقد أنها حجج من الأقلية في الطرفين للتملص من الحل السياسي والبقاء في مرحلة لا حل، وهذا لا يخدم مصلحة الشعب الليبي ككل. طيب، وسيجعلنا نستمر في هذه الفوضى، ويعلم الله أين سنصل بعدها. سيد البغدادي، كيف تؤثر المواقف المؤيدة للمقترح سواء على صعيد محلي أو دولي على قرار المؤتمر بشأن القبول أو الرفض بالنسبة لهذا المقترح الأخير؟ أولا أخي الكريم، أود أن أوضح نقطة لأخي العزيز السيد أشرف الشح، لعل السيد أشرف الشح يعني يبدو أنه أتته معلومات غير دقيقة، لأني أنا شخصيا كنت حاضر في تلك الجلسة، وكان التصويت 45 من أصل 77، ولم يكن 15 صوتا كما ذكر أخي السيد الشح. ولا إشكال، هذه الأمور تحدث يعني إشكالية، نحن في المؤتمر الوطني لدينا. طيب، ماذا عن تأثير المواقف الدولية الداعية الآن إلى قبول هذا الاتفاق؟ نعم، سأرد عليك إن شاء الله، بس أردت أن أوضح هذه النقطة لكي تكون واضحة أمام الناس. نحن نحدد الشعب الليبي، وبالتالي لابد الشعب الليبي يكون الأمر واضح أمامه، هذه أمانة كبيرة جدا جدا، ولابد أن يعلم هذه الحقيقة. طيب، هذه نقطة. أما تأثيرات، فبالتأكيد المجتمع الدولي يريد حل لمشكلة ليبيا، ونحن نثق في المجتمع الدولي. المجتمع الدولي وقف معنا في ثورة 17 فبراير، ونحن شاكرين لذلك، ولكن نعتقد ما يجري الآن هو شأن ليبي مباشر، لأن المشكلة ما بين ليبيين، وبالتالي هم تغيب عنهم كثير من دقائق الأمور. ما يحدث الآن، ولعلكم رأيتم في أمس ولا أول أمس الاجتماع الذي كان في مصراتة الملتقى الوفاق الوطني، وكان هذا تعبيرا صادقا وواضحا أن الليبيين قادرين على أن يجلسوا مع بعضهم البعض. وحقيقة هذا الأمر نحن بدأناه من فترة على الأقل على مستوى المؤتمر الوطني، قبل فترة كوننا لجنة
سميناها لجنة الحوار المجتمعي وحاولنا أن نتواصل. طيب هذا واضح، فقط يعني حتى نحاول أن نستثمر الوقت معك سيد البغدادي، برغم ذلك يبدو المبعوث الأممي ماضي في اعتماد الاتفاق أو مقترح الاتفاق الذي قدمه ويجد تأييد دولي إقليمي وأيضا حتى محلي، فما هو موقف المؤتمر من كل هذه الأصوات التي تنادي بقبول المقترح، خاصة وأن المبعوث يقول بأن من يرفض من الأطراف اعتماد المقترح لن يكون له وضع قانوني على الصعيد الدولي، وهذه أعتقد أنها رسالة إلى طرفي الحوار الرئيسيين. أخي يعني دعني أوضح بعض الأمور حقيقة. يعني السيد ليون خرج علينا بعد أن أعلن هذه الحكومة وتحدث أنه اعتمد أو اهتدى في تشكيل حكومته على أوراق غير رسمية، هو ذكر ذلك، وثبت لدينا نحن في المؤتمر الوطني أن هذه الأسماء التي اعتمد عليها كان فيها بعض الأسماء لم توقع، إنما وقع لها للأسف الشديد. يعني على الأقل سمعت شخصيا من أكثر من 3 أو 4. أعذرني سيد البغدادي يعني مرة أخرى المقاطعة، وجهة نظر هذه طرحت في أكثر من لقاء شارك فيه أعضاء المؤتمر الوطني العام، ويعني شرحوا وجهة النظر هذه، لكن الآن السؤال الذي نبحث عن إجابة محددة له، هناك توجه دولي لدعم المقترح الذي تقدم به المبعوث الأممي، وهو يقول بأن من لم يوقع من الأطراف لن يكون له وضع قانوني، ما هو رد المؤتمر على هذه الدعوة؟ وهنا يأتي دورنا أخي الكريم، هنا يأتي دورنا نحن. أولا أخي لسنا أوصياء على الشعب الليبي، الشعب الليبي يعرف مصلحته، وبالتالي نحن أردنا أن نضع الحقائق أمام الشعب الليبي، وإذا أراد الشعب الليبي هذا الأمر فنحن مع ما يريده الشعب الليبي، هذا قصدي من الكلام. طيب سيد فحيمة، نوضح الحقائق للشعب الليبي. واضح سيد فحيمة، من جانبكم كيف تتعاطون مع الدعوات المحلية والدولية التي تطالب بضرورة قبول المقترح الأخير؟ اسمح لي أولا أن أرد على السيد الشحي، يقول أن البرلمان يعترض على نقاط غير جوهرية، فماذا يعني ماذا يسمي السيد الشحي عندما يقوم السيد ليون بتغيير آلية التصويت من آلية إجماع وتوافق بين الرئيس والنائبين لتصبح آلية بالتصويت بالأغلبية، يعني بعد المرة الأولى والمرة الثانية في التصويت، المرة الثالثة تكون التصويت بالأغلبية، هذا بالطبع هو تغيير جوهري في آلية التصويت. ثم في الفريق المفروض تكوينه في أحد المواد من المؤتمر الوطني الذي سيصبح فيما بعد مجلس الدولة والبرلمان وحكومة التوافق بشأن إنشاء قانون يحدد الصلاحيات العليا أو يحدد المناصب العليا وصلاحياتها في الجيش. طيب مرة أخرى سأقول لك بأن أعضاء مجلس النواب وضح وجهة نظر هذه في أكثر من ظهور إعلامي، لكن السؤال الآن ما هو الموقف بعد مضي البعثة الأممية في إنجاز هذا المقترح وتحويله إلى اتفاق ومطالبة مدعومة إقليميا ودوليا ومحليا بضرورة قبوله من الأطراف، ما هو موقفكم أنتم في مجلس النواب من هذا الوضع؟ محليا الشارع منقسم على نفسه، هنالك من يطالب بإقرار هذا الاتفاق والمضي في تشكيل الحكومة، وهنالك من يرى عدم التصويت عليها وتمريرها. نحن سوف نقوم بدراسة يعني ما يمكن أن يكون في المصلحة العامة، وبالتالي سوف نتخذ القرار أعتقد الاثنين أو يوم الثلاثاء على الأكثر. يعني سيد الشح، في تقديرك ما قيمة الدعوات المطالبة بقبول مقترح تشكيل الحكومة بالنسبة للموقف النهائي للطرفين؟ لم يعد ممكن الاستمرار في هذه المفاوضات إلى ما لا نهاية، هناك كوارث يعاني منها الشعب الليبي في كافة صعد الحياة على المستوى الخدمي على المستوى الاجتماعي، يجب من إيجاد حل، لا توجد هناك بدائل للأسف، كل الشعارات وكل المبادرات ليست واقعية ولم تتبلور بالشكل الذي يجعل منها حلا سريعا أو حلا يمكن الوصول إليه خلال فترة بسيطة لمواجهة
كل ذلك يجب من إيجاد حلول ولو لم تكن مثالية. أنا أشدد أن القبول بهذا الحل أو القبول بتشكيلة حكومة الوفاق هي ليست حلا نهائيا، لأن هذه الحكومة ستستمر من سنة إلى سنتين، وهناك أمل في أن يصدر الدستور خلال الفترة القادمة. بالتالي يجب أن نبدأ بخطوة لكي نصل إلى الهدف المنشود، وهو استقرار البلد وإرجاعه لما كان عليه قبل الأحداث الأخيرة، لكي ينطلق في مشواره نحو الديمقراطية ونحو الدولة التي نتمناها جميعا. أريد فقط التعليق على سيد البغدادي. أنا عندما أقول أن هناك غالبية أعضاء المؤتمر يريدون العمل بجدية في اتجاه الحل السياسي ولا يرغبون في التمطيط والتعطيل، وهو يعلم ذلك جيدا، وهذا رأي كل الشارع الليبي. إن كان السياسي الذي يحترم إرادة مواطنيه، إرادة من انتخبه، فيجب أن يلبي هذا النداء ولو لم يكن مقتنعا به اقتناعا كاملا، لأنه انتخب لكي يمثل هؤلاء المواطنين لا لكي يكون وصيا عليهم ويمرر ما يعتقده هو صحيح. واضح. كلنا نعلم النية الصادقة عند الغالبية في الوصول إلى حل سياسي. بالنسبة للبرلمان أعتقد أن الغالبية موافقة وسوف تصوت بالموافقة على هذا. وصلت فكرة. وابقى معي سيد أشرف الشح للمشاركة في الجزء الثالث من 60. وأشكر ضيفينا عبر الهاتف من طرابلس عضو المؤتمر الوطني العام مسعود البغدادي، ومن طبرق عبر الهاتف عضو مجلس النواب صالح أفحيمة. و60 ما زالت متواصلة مشاهدينا، وفيها بعد قليل اتفاق في الكفرة لوقف إطلاق النار وفتح طريق الكفرة جال لتسهيل دخول المساعدة الإنسانية وتأمين مطار المدينة من قبل قوة عسكرية محايدة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في الجزء الثالث من 60. دعا البيان الختامي لملتقى الوفاق الوطني الليبي للحوار في مصراتة، والذي انعقد تحت شعار الوطن يوحدنا، دعا إلى اعتبار النظام السابق نظاما قمعيا، واعتبار الثورة 17 من فبراير عملا وطنيا هدفه بناء دولة المؤسسات والقانون. نناقش مخرجات ملتقى الوفاق الوطني للحوار الليبي مع ضيوفنا عبر الهاتف من مصراتة رئيس مجلس حكماء وأعيان مصراتة إبراهيم بن غشير، وعبر الهاتف من مصراتة أيضا الناطق باسم مجلس أعيان وحكماء سبها حسن أرقيق. ومعنا أيضا في هذا الجزء من 60 عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس المحلل السياسي أشرف الشح. أرحب بكم. وقبل أن نبدأ النقاش نشاهد أولا تقريرا حول هذا الموضوع. وقف إطلاق النار ووضع حد للحملات الإعلامية بالإضافة إلى إطلاق سراح المحتجزين لدى جميع الأطراف ورد المظالم وجبر الضرر وإصدار قانون عفو عام يشمل الليبيين باستثناء من تلوثت أيديهم بالدماء، هذه كانت أبرز النقاط التي تضمنها البيان الختامي لأعمال ملتقى الوفاق الوطني الرابع للحوار التشاوري الليبي الذي شهدته مدينة مصراتة. اتفقوا بإذن الله على المصالحة العامة على إطلاق المحتجزين وعلى إرجاع مؤسسات الدولة إلى حضن الدولة وتشغيلها لمصلحة جميع الليبيين والحفاظ على الحدود وسيادة الدولة والسيطرة على كافة منافذ الدولة. البيان الختامي للملتقى حث أيضا على عودة المهجرين والنازحين ومعالجة الظروف الإنسانية الصعبة عبر فتح الطرق المغلقة وإيصال المساعدات. وأوضح عضو اللجنة المنظمة للملتقى جمعة فحيمة أنه تم الاتفاق على تشكيل 4 لجان مهمتها وضع آلية لوقف إطلاق النار ووقف الحملات الإعلامية وتهيئة الأرض المناسبة للحوار ومراجعة المقترحات المقدمة حول خارطة الطريق. شكلنا 4 لجان، كل لجنة مهتمة بقضية رئيسية من قضايا المبادئ الحاكمة. اللجنة الأولى هي لجنة وقف إطلاق النار، وهذه اللجنة وضعت حساباتها ووضعت برنامجها في كيفية تطبيق وقف إطلاق النار. كما دعا البيان الختامي للملتقى إلى احترام الإعلان الدستوري واستقلال القضاء واحترام المكونات الثقافية، إضافة إلى عودة المهجرين والنازحين.
وفي ظل حث البيان الختامي على عدم دعم أي طرف سياسي على حساب الآخر، يأمل الكثيرون أيضا في أن تمثل مخرجات الملتقى داما رئيسيا لمسار الوفاق السياسي بين الفرقاء ينهي حالة الانقسام التي تعيشها البلاد. أبدأ معك سيد أرقيق، ما تقييمك للتوصيات التي توصل إليها المشاركون في ملتقى الوفاق الوطني بمصراتة؟ الحمد لله، وصلي وسلم على رسول الله، وحييك وحيي كل المشاهدين والعاملين في هذه القناة. نعم. طبعا نحن إذا وصلنا حتى ل 50% من هذه التوصيات فنكون لم نبدأ بخطوة، بل قطعنا أكثر من 75% من المشوار. من هذه التوصيات لا يختلف عليها اثنان، سواء كان رافض أو من الذين يقبلون الأمور أو كان من الطرفين، إلا إذا كان هناك أجندة خارجية لأحد الأطراف أو أحد الناس لا يريد لليبيا الهناء. لكن من يريد لليبيا الهناء ويريد لها الاستقرار، سواء كانوا من يتبعون 1 سبتمبر أو من يؤيد ثورة شبراير، فيجب أن لا يختلفوا عليها لأنها منصفة لكل الناس. طيب، هذا ما نريد. سيد بن غشير، كيف تم التوافق حول التوصيات التي خرج بها المشاركون في ملتقى الوفاق الوطني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التوافق تم من خلال النقاش، يعني هنا طبعا تحدث الإنسان يعني مع أخيه الآخر، كل إنسان تحدث مع من يمثل الفريق الآخر، فتناقشنا على كثير من القضايا التي هي مسار الجدل والخلاف، واشتكى كل طرف من الآخر أنه فعل كذا وفعل كذا. ثم بعد ذلك بعد النقاش يقول احنا نريد حل. ما هو الحل؟ الحل طبعا يقترح الإنسان حل لأي قضية أو مشكلة، يقترح حل. الحل هو أن يكون كذا وأن يكون كذا، من خلال النقاش المتواصل مع الأطراف المعنية والخصوم نأتي في النهاية لا خلاصة. يعني أنت تشكي وأنا نشكي وكل واحد يشكو، هذه الشكاية ما تحلش، لكن ما هي الخروج منها؟ كيف الخروج منها؟ لابد يتم بتوافق. ولذلك احنا كنا حريصين في صياغة هذه المبادئ الحاكمة على أنها مبادئ فعلا منصفة، تنصف الطرفين، وهي مبادئ عادلة، يعني لم تتحيز لطرف وإنما تحيزت للوطن وتحيزت للحق. طيب، يعني كل من يرفضها هو يرفض الحق، وكل من يرفضها هو يعني لا يريد الوطن. لذلك احنا راضيين على هذه المبادئ ولله الحمد، يعني نالت رضا الجميع. سيد الشح، في تقديرك ما هي دلالات انعقاد هذا الملتقى، وايضا ما قيمة النتائج التي انتهى اليها؟ دلالات انعقاد هذا الملتقى والملتقيات التي سبقته هو استشعار الجميع بأننا يجب أن نجد حلا، يجب أن نتوصل إلى حل لكي نلملم هذه الجراح وننتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى تساعدنا في بناء البلد. أعتقد أن نتائج هذا الملتقى جاءت كلها متضمنة في وثيقة الحل التي ترعاها الأمم المتحدة. المبادئ الحاكمة التي ذكرت في هذا الملتقى كنتيجة موجودة، وموجودة آليات تنفيذها في الاتفاق السياسي. بالتالي أعتقد أن كل الليبيين يتفقوا في هذه المبادئ، في مبادئ التصالح والتسامح وإنهاء مرحلة سوداء لا نريد العودة إليها، ومحاولة جمع ولملمت هذه الجراح، ومع المحافظة على عدم الرجوع إلى المنظومة السابقة والنظام السابق الذي جثم على صدور الليبيين مدة 42 سنة. طيب، ولا ندع مجالا للمقارنة بين ما نعيشه اليوم من مآسي ومحاسن النظام السابق، لأن طيب، ما وصلنا إليه بسبب عدم حكمة وحنكة من تصرف في مناصب القيادة خلال المرحلة الماضية. سيد حسن أرقيق، كيف يمكن تطبيق هذه التوصيات التي خرج بها المشاركون في الملتقى، كيف يمكن تطبيقها على الأرض في مواجهة أطراف ما زالت تؤمن بالحل العسكري؟ هناك وضعت هذه المبادئ، نريد أن نعرج على النقطة قبل هذا سيدي، لأن
النقاط التي طرحت او المبادئ الحاكمه التي جاءت في الملتقى وزعت قبل ان نلتقي في الملتقى وتشاور عليها الجميع واجتمعنا في كل المجالس على مستوى البلديات وعلى مستوى المدن في مدينه سبا وجلسنا مع بعض الحكماء والاعيان وتناقشنا في كل هذه الامور وتوافق الجميع بدون اي زياده ونقصان. وقال طيب انتم جميعا اتفقتم، هناك اطراف ما زالت تؤمن بان الحل العسكري يمكن ان يجدي ويحقق لها ما تسعى لتحقيقه، كيف يمكن التعامل مع هذه الاطراف؟ هناك اليات، هناك لجان وضعت لتحقيق كل امر على حده، يعني هناك اليات سوف تنطلق وتجتمع مع المتحاربين الذين يحملون السلاح، ثم بعد ذلك لابد أن نكون صريحين مع الليبيين، لأن الذي يرفض هذه الحلول يجب أن يعرى في كل وسائل الإعلام ويجب أن يعرف الليبيين جميعهم أن هؤلاء الناس لا يريدون الحل. طيب. وهذا موجود بالفعل، يعني نسأل الله عز وجل، نحن لدينا ثقة في تلك الوجوه التي أتت من كل حدب وصوب في ليبيا. نعم. كانت لها عزيمة واضحة وبإذن الله عز وجل سوف ننجح ونصل إلى ما هو المطلوب. سيد بن غشير، ما هي الآلية التي سيتم بواسطتها إلزام دعنا نقول الأطراف المتنازعة بما اتفقتم عليه أنتم كمجالس حكماء وشورى؟ الالتزام هو أساسا أن المبادئ الحاكمة اتفقت عليها جميع الأطراف سواء كانت شعبية في متمثلة في الحكماء والأعيان، هؤلاء أولادهم وأقاربهم وعشيرتهم متنفذون في الدولة، لديهم صلة بالكتائب الأمنية ولديهم صلة بمتخذي القرار اللي هم موظفي الدولة، ولديهم صلة أيضا كذلك بالتوار، هؤلاء أبنائهم، وبالتالي الموضوع هو موضوع متكامل. هذا الموضوع شمه يرعاه الليبيون جميعا، يعني حكماء لديهم نفوذ والدولة متبنية لهذا الموضوع، كثير من أجهزة الدولة متبنية هذا الموضوع، وبالتالي فحينما كذلك أولادنا في المتحاربين سواء من الطرف هذا أو من الطرف ذاك، احنا نمثل الجهتين، عندنا التقينا بأناس يمثلون الطرف والطرف الآخر، هؤلاء موجودون في الحوار وموجودون في الملتقى، وبالتالي فكل فريق يرجع إلى منطقته ويقول أنا يعني بايعت وأيدت هذا الملتقى ويجب عليكم أن تنفذوا وأن تمتثلوا إلى تطبيقه حسب ما تمليه المصلحة العامة للدولة وحسب الخطوات المتبعة في كل مكان بالتزامن. واضح. يعني شيء بعد شهر، بعد شهر، بعد شهرين يبدأ من الساعة كذا، هذا كله يبدأ اتفاق مرتب ومتبادل من كل الأطراف. واضح. يبدأ متفق عليه من كل الأطراف، وهذا المسؤولية جماعية، والمسؤولية أيضا تقع على كل الأجهزة في الدولة وكل أطراف الدولة، حكماء وغير. طيب. حكماء. طيب سيد الشح، في رأيك ما مدى قدرة الأعيان والحكماء على فرض وقف إطلاق النار وإعادة الاستقرار إلى البلاد في ظل الوضع القائم حاليا؟ لا شك أن دورهم مهم، ولكن سؤالك جميل، السؤال الذي سألته للضيفين الكريمين سؤال جيد فعلا، من سيطبق هذه الأحكام؟ من سيلزم الأطراف بهذه الأحكام؟ وهنا لفت انتباهي مسألة نقطة نقل أو تسليم كافة المؤسسات إلى سلطة الدولة. لم يعرف الأطراف من هي الدولة، هل هي حكومة خليفة الغويل أم هي حكومة عبد الله الثني، هل هي برلمان الموجود في طبرق، هل هي المؤتمر الوطني؟ بالتالي أعتقد أن هذه المبادئ الحاكمة التي أقرها الجميع والتي يؤمن بها جميع الليبيين هي خطوة إيجابية وجيدة، ولكن ينقصها الآليات، والآليات أعتقد أنها موجودة في الاتفاق السياسي الذي سينتج حكومة واحدة تمثل كافة الأطراف وتمثل الدولة الليبية، وهي من سيطبق هذه الأحكام. أعتقد أن كل هذه الملتقيات ملتقيات إيجابية جيدة تدفع في اتجاه الحل السياسي الذي ترعاه. طيب. الأمم المتحدة والذي سيساعد المجتمع الدولي في تطبيقه، وهذا ليس ارتهانا للسيادة الليبية كما يحاول أن يصور البعض لكي يشوه هذه الحلول التي لم نجد غيرها في هذه. طيب دعني انتقل الى جزئيه دعم مثل هذه الملتقيات
المشاركين فيها للحوار السياسي المطروح الآن. سيد أرقيق، لماذا لا يكون هناك دور للأعيان والحكماء في دعم عملية الحوار السياسي الليبي؟ ما يعمله الحكماء والأعيان هو دفع لمسيرة الحوار السياسي و الجلوس على طاولة واحدة والاتفاق والخروج بحكومة موحدة وطنية يوافق عليها الطرفين. هذا من ضمن هناك برامج عدة، وهناك محاولات عدة من خيرين ومن حكماء ومن أعيان وحتى من أفراد على مستوى سياسي عالي، كلنا ندعم باتجاه ونحاول أن ندفع بالمركب إلى أن يصل إلى برلمان، حتى في النهاية نصل إلى وحدة، إلى حكومة واحدة. أنا أشاطر الدكتور الشح بأن لابد أن هناك، وأمس تطرقت لذلك، أنا لابد أن هناك حكومة ترعى هذا الاتفاق بحيث أن تكون حكومة موحدة، وهذا اللي نصب له، وهذه أساسات إرهاصات لتلك الحكومة إن شاء الله. وصلت الفكرة، وبها نصل إلى ختام الجزء الثالث من 60. نشكر ضيوفنا عبر الهاتف من مصراتة رئيس مجلس حكماء وأعيان مصراتة إبراهيم بن غشير، وعبر الهاتف من سبها الناطق باسم مجلس أعيان وحكماء سبها حسن أرقيق، وكان معنا في حلقة اليوم من 60 عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس المحلل السياسي أشرف الشح. شكرا جزيلا لكم جميعا، و60 ما زالت متواصلة مشاهدينا، فابقوا معنا. قال ناطق باسم مديرية أمن الكفرة محمد خليل إن هدوءا نسبيا يسود المدينة منذ توقيع اتفاق الهدنة بين قبيلتي التبو والزوية، وأكد خليل أن من وصفها بالمجموعات المسلحة المتمركزة في استراحة بوزريق تواصل قطع الطريق إلى الكفرة، وقد منعت عبور شاحنات قادمة من الشمال وأرجعتها إلى مدينة تازربو. وأوضح خليل أن الأمور العالقة بين الطرفين بما فيها مشاركة المقاتلين الأجانب تركت إلى ما بعد وقف إطلاق النار بصورة نهائية، هذا ويستمر تعطل عمل المدارس والجامعة والمرافق العامة في الكفرة، كما أن أغلب المحلات التجارية مقفلة لنفاد مخزونها من السلع والمواد الغذائية، فيما وصل سعر لتر البنزين 10 دنانير في السوق الموازية. ولمناقشة آخر تطورات في الكفرة ينضم إلينا عبر الهاتف من جدابية رئيس وفد قبيلة المغاربة إلى مدينة الكفرة آدم القاضي. سيد القاضي، ما هي آخر تطورات بشأن اتفاق الهدنة الموقع بين الأطراف المتنازعة في مدينة الكفرة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طبعا بعد توقيف وقف إطلاق النار لهدنة سارية في البلاد اللي هي بالنسبة للكفرة فيها صحيح، قلنا يعني عدة خطوات استمرت في الملاحظة بالنسبة للقوف اللي غاثة، هذا يبدو أنه ما زال موصلش صحيح. بالنسبة للطائر اللي هي نقل الجرحى متوقعين هي تكون الليلة بكرة إن شاء الله أن تصل مطار الكفرة لنقل الجرحى، وإن شاء الله يكون يعني الوضع أفضل مما كان عليه. طيب شيخ آدم، كيف سيتم تطبيق بقية بنود الاتفاق؟ شيخ آدم، كيف سيتم تطبيق بقية بنود الاتفاق عقب النجاح مبدئيا في وقف إطلاق النار في المدينة؟ نعم، سؤال، سألتك كيف سيتم تطبيق بقية بنود الاتفاق؟ بالنسبة لبقية توقيع بنود الاتفاق هي ماشي إن الجرحى في الوقت الحاضر هذول تجيهم الطائرة تشيلهم في الوقت الحاضر، إنما حسب معلومات اللي عملتها أن الطائرة تأخرت في مطار الأبرق لسبب معين، لما يتم نقل الجرحى يتم دخول طواف الإغاثة على طول، هذا الاتفاق يبقى أولا بأول، مجرد ما يتم نقل الجرحى يتم دخول طواف الإغاثة بإذن الله. متى سيتم فتح مطار المدينة طيب؟ مطار المدينة تقدر تقول مفتوح من أمس، نزلت فيه طائرة
لكن لسبب معين ما تمكنتش من نقل الجرحى. اليوم حسب معلوماتي واتصالاتي اللي درتن ان فيه طائره تصل الليله تصل غدا الى مطار الشفرة لنقل الجرحى. طيب كيف يمكن دعم الاتفاق في مواجهه يعني محاولات خرقه من بعض الاطراف الساعيه لاطاله الصراع في المنطقه؟ طبعا هذا كما حكينا معك في المده الاولى ان تم الاتفاق على 6 افراد من قبيله جويه و6 افراد من قبيله التبو من الاشخاص الموثوق بهم. هذول يتم متابعه وقف اطلاق النار في حاله يحصل اي خرق. لو فرضنا من قبل قبيله جويه فيبلغوا عليه يقول خرق وقف من فلان هذا، وفي حاله يتم برضه من قبيله التبو يتم التبليغ عليه معالجه هذا الموضوع. من أسباب النار ضروري من 6 من هذول الطرفين هذول اللي تابعوا وقف اطلاق النار. من أسباب يا رئيس وفد قبيلة المغاربة، اعذرني وقت الحلقة انتهى. إذا من أجدابيا كان معنا رئيس وفد قبيلة المغاربة إلى مدينة الكفرة الشيخ آدم القاضي، شكرا جزيلا لك. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية برنامج 60 لهذا الأسبوع، وقبل الختام إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. مئات القتلى والجرحى ونزوح آلاف من السكان بعد مرور سنة على دخول قوات عملية الكرامة إلى مدينة بنغازي. غموض في موقف المؤتمر الوطني ومجلس النواب حول مقترح حكومة الوفاق وسط دعوات محلية ودولية بضرورة القبول بها والتوقيع على الاتفاق النهائي. البيان الختامي لملتقى الوفاق الوطني الرابع للحوار التشاوري الليبي تحت شعار الوطن يوحدنا، يدعو لتغليب المصلحة العليا للدولة دون الانحياز لأي طرف سياسي. شكرا لكم مشاهدينا على كرم وطيب المتابعة، دمتم في أمان الله ورعايته.